السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتساب جايز، راح نتحدث اليوم عن بعض البطاقات. طبعا البطاقة هذه هي مجموعة راح تفيدك في إطلاق النار مع العديد من الأعداء. هذا التحميل هو توازن بين التعامل مع الأضرار، التوازن بين التعامل مع الأضرار والقدرة على البقاء والتعافي الصحي عندما تواجه العديد من الأعداء. من المهم أن تحافظ على شخصيتك حية وأن تستمر في إحداث قدر كبير من الأضرار لتخليص نفسك من الأعداء. يعني هنا أنت راح توازن من ناحية كيف تتعامل مع هذا الأشخاص، وفي نفس الوقت راح يكون الضرر ضعيف لما هم يضربوا عليك. Thanks.